والأدلة من الشريعة الدالة على حفظ السنة كثيرة متتابعة، ويدل عليها عمل هذه الأمة، فإن الأمة قد اشتغلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة في تحرير أحوال الرجال ومعرفة أحوالهم والتمييز بين ثقاتهم وضعفائهم، بحيث يتتبعون الروايات ويتتبعون أحوال الرواة ويميزون بينهم. وهذه كتب الرجال بين أيدينا تحكم على كل واحد منهم بحكم يبين حاله ويميزه ويفصله عن غيره من الرواة، ويعرفون أحوال الرواة معرفة دقيقة، فتجدهم مثلاً يقولون فلان الراوي إذا حدث عن فلان فروايته عنه ضعيفة، وإذا حدث عن غيره فروايته صحيحة مقبولة. فقالوا مثلاً سفيان بن حسين إذا حدث عن الزهري فروايته عنه ضعيفة، وإذا روى عن غيره فروايته موثوقة مقبولة، وما ذاك إلا أنهم ميزوا حال رواياته. وهكذا تجدهم يقولون مثلاً إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام فروايته عنهم مقبولة، وإذا روى عن غيرهم أو روى عنه غيرهم فإن روايته تكون ضعيفة، وما ذاك إلا أنهم ميزوا بين حال الرواة الذين روى عنهم والذين رووا عنه. وهكذا قالوا في حديث معمر إذا حدث في اليمن فحديثه ثقة مضبوط، وإذا جاء من أحاديثه التي حدث بها في العراق فقد يقع فيها الوهم، فتقدم رواية غيره على روايته التي رواها في العراق، وما ذاك إلا أنه في العراق حدث من غير كتبه فوقع في حديثه أوهام يسيرة. وما مثل هذه الأمور إلا دلالة واضحة على إتقان أحوال الرواة وضبط مروياتهم والتفريق بين صحيحها وضعيفها. وهكذا نجد من أحوال أئمة الحديث تتبع الأحاديث لمعرفة العلل القادحة التي لا يكتشفها إلا جهابذة العلم رواة الحديث، فإنهم تتبعوا روايات الأخبار وميزوها فعرفوا عللها الخفية فبينوها للأمة. وهذه كتب العلل إذا قرأها الإنسان وجد فيها من الفرائد والغرائب والمعلومات الدقيقة ما يدلك على أن الأمة قد اعتنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعت لضبطها وحفظها، ويدلك ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. وهكذا نجد أن علماء الحديث قارنوا بين الروايات وقارنوا بين متون الأخبار، ومن ثم ضبطوا تلك الروايات وفرقوا بينها، فإنك تجد عندهم من الترجيح بين الروايات ما يدلك على تمييز هذه الروايات، وتجد من البحث في أسباب الترجيح بين الروايات ما يعطيك الثقة بأن هؤلاء الأئمة قد ضبطوا هذا الباب، فكان من شأنهم أن تحفظ بهم بفضل الله عز وجل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.